سلام اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنحضر معكم البانكيك، تيجي جديد وزوين. غنحتاجو فيه، عندنا هنا 3 معالق ديال السكر سنيده، عندنا جوج بيضات، عندي تقريبا ليمونه مقش حكيتها قشره ليمونه، عندي هنا شويه ديال الزيت تقريبا 6 معالق ديال الزيت، عندي جوج كيسات العنبه في ديال الحليب، ها هو تيجي تقريبا زلافه، وعندي الدقيق زلافه ديال الدقيق، وعندي خميره ألزا. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه الطريقه باش غنوجدوهم، غناخذو البيض اول شيء، جوج بيضات، نسيت ما قلت لكمش، عندي واحد هنا، عندي واحد قبصه ديال الملح قبصه شي بزاف، عاد نبدا بسم الله. هذاك غبي الطلب يداوي، مع 3 معالق ديال السنيده، مكونات في متناول جميل. عندي هنا قشره ديال ليمون اللي كنت تستعملو ديال السيترون، ناخذ الزيت تقريبا نص كاس ديال عنبه ما عامرش، يعني 6 معالق، حرك مزيان مع العصير، نزيدو الحليب تقريبا جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، دغيا تطلع هاد البانكيك ساهل، ممكن توجديه في دقائق قليله. بالنسبه للدقيق غنزيدوه هنا خميره ألزا، انا خد هنا صفاية، نبقى نقلب، مازال معمر، صافي غنستمر بحال هكذا حتى نسالي الدقيق ديالي كامل، ونطربوه مزيان حتى ما يبقى لينا حتى شي حبيبات في العجين، ونرجع معاكم. صافي ها هي طربت مزيان، ما خليت فيها حتى شي حبيبه، وبالنسبه للعجينه ديالها ما تتكونش جاريه بحال لي كريب، تقريبا بحال ديال الكيكه. انا غنوريكم هنا تشوفوا كيفاش ثقيله شويه، يعني ماشي خفيفه. صافي دابا العجينه ديالي مزيانه، غنخليها دابا ترتاح جوج دقائق حتى 3، ماشي بزاف، عاد غنرجع غنغطيوها نخليوها ترتاح واحد جوج دقائق حتى 3، وغنرجعو باش نطيبو لي بانكيك ديالنا.
من بعد ما يمروا جوج دقائق او ثلاثه صافي ان نبدا باش نطيب. ها هي واجده طيب ديريكتومون. بالنسبه للثياب تنديروا نورمالمون هذيك المقله ديال التيفال. انا بالنسبه ليا اليوم عندي المقله ديال سبع وجوه مزيونه وتخليهم ليا كلهم يجوا نفس القياس وصغيرين ومحضرين وعاد واحد هما سبعه عندي سبعه في نفس الوقت يعني ما نطيبش ما نبقاش واقفه نطيب بزاف دغيا عنطيب. دابا ندوز نديرها فوق النار ونبدا نعمر الدوائر ديالي باش يطيبوا لي لي بانكيك ديالي. خاص المقله تكون سخنات مزيان صافي غنبدا نعمر بحال هكذا. هي عاد صح راسها غير غنشوفوهم بداو تيتحموا من تحت صافي وغنقلبوهم. المنظر ديالهم تيجي غزال تيشهي باش تاكليهم. صافي ها هما كلهم عمرتهم ها تيبداو يتقبو شي شويه ماشي بحال بغي غير شي شويه صافي. ومن بعد غنقلبهم صافي بحال هادي بانت ليا تحمرات نقلبها. هكذا حمه صافي وغنستمر تنقلبهم كاملين ويجي اللون ديالهم هكا محمر وزوين. صافي هاهما تحمروا ليا مزيان غنخليهم حتى يطيبوا من تحت وغنكمل العجين ديالي ومن بعد نلتقاو باش تشوفوا الطبق النهائي. اذا اخواتي قبل ما نختم الفيديو ديالي نتمنى انكم تشاركوا في القناه ودعموني باش يوصلكم كل جديد. اما بالنسبه للطبق ديال البانكيك ها هو كيف تشوفوا جا مزيون ومحضر جاو كلهم قياس واحد تنرافقوهم اما بالكونفيتور او الشوكولا. بالنسبه للشوكولا ديجا نزلتها في القناه ديالي مؤخرا. وبالنسبه للكونفيتور ديال الليمون والحامض حتى هو تيجي مزيون غنزلو ان شاء الله في الاسبوع القادم. غير هو سهل يعني ما تحتاج لا حكي ولا حتى شي حاجه تيجي ساهل ماهل. صافي بالنسبه للبانكيك ها هما اما بالكونفيتور او بالشوكولا. والوليدات الصغار يمكن لكم تعملوا لهم ديسان بحال هكذا باش يزعموا وياكلوهم. صافي كان هذا هو الفيديو ديالي وبصحه وراحه.